أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. وهذا يوم جديد من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان، الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وها نحن نستهل العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، وهي خير ليالي الدهر على الإطلاق، ففيها خير ليلة وأعظمها، وهي ليلة القدر المباركة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر بالمزيد من الطاعة والأعمال الصالحة، فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزرة كناية عن مزيد من العمل الصالح والطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالجد والاجتهاد في هذه العشر الأواخر، التماسا لليلة القدر المباركة. وكان يوقظ أهله للطاعة والعبادة. هذه الأيام هي من أفضل أيام الدهر، لما فيها من خير وبركة في هذا الشهر الكريم المبارك، شهر القرآن وشهر الصيام. والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع جلال القرآن وجمال القرآن وبهاء القرآن في شهر القرآن. هذه تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ألم يعلموا الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أولا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ
استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما لتحملهم قلت لا أجد ما
قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينكم تفيض من الدمع وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على الذين إذا ما ولا على الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينكم تفيض من الدمع تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم. الفاتحة.